كم رجعنا لك يا أختي؟ 2-1. واحد. وجمدنا شيء؟ ليه؟ ليه؟ بس صح، بوذتين بوذتين، واحدة اللي تلقحت ورجعنا واحد. اي طيب، فأول شيء شوفي الشاشة قدامك هناك. فأول شيء الحمد لله رب العالمين، ألف ألف مبروك، الله يتمم لك على خير. خليني أوريكي الجنين، تمام؟ فهذا أول شيء الرحم ككل، الصورة الكبيرة دي. هذا الكيس حق البيبي، وجوته في كيس تاني صغير اسمه يوك ساك، وجوته هنا البيبي، وهذا النبض حقه، الشيء اللي يتحرك في الكيس هنا، شفتوا عند هذا. خليني أكبر لك شوية هذه الشاشة وأعمل لك زوم وأوريك، شايف النبض اللي بيتحرك؟ طيب، أول شيء ألف مبروك، الله يتمم لكم على خير. خليني أخرج ونكمل باقي الكلام. الرسالة اللي أباكي أنت تعرفيها، أو أنت خلاص أنت فرحانة، ما همك ولا شيء من ذا الكلام اللي حقوله، بس هو يعني رسالة لك وللناس، إنه دائما إحنا نقول، طبعا لازم، مو إحنا نقول بس، هذه لازم نبغى الناس كلها تؤمن فيه، إنه الحمد لله بيد الله. الناس تتعلق بكم جنين وكم مدري إيه وكم انقسم وكيف شكله وكم طوله وكم وزنه. يا جماعة، أنتوا سووا اللي عليكم، أتعالجي، أتعبي، روحي وتعالي، الله يعينك لو في تكاليف ولا انت في مستشفى حكومي، المهم انت سوي اللي عليكي واتركي الباقي على الله. دائما اقول للناس لا تتعلقوا بالارقام، لا تتعلقوا بالجوده حقت الجنين، تمام؟ انا ما طالع الحين في الجوده، بس دام طلعت اثنين معناته الجوده ما كانت، هذا كانت تمشي حالك، لانه لو طلعت اثنين وكانوا كويسين كان رجعت لك الاثنين، كوني رجعت لك واحد معناته الثاني حتى ما انقسم، ومعناته هذا حتى ده ما هو مره ممتاز. الاهم من ده هو قدره الله وامر الله. اذا ربنا كاتب لك حتحمل، يعني تحمل غصبا عنك، تمام؟ فالحمد لله رب العالمين. ويعني هذه الرسالة اللي كنت أوصلها للناس وليكي طبعا ولنفسي، تمام؟ وأنا أذكر فيها كل يوم نفسي، ودائما أقول للناس حتى في الفيديوهات الثانية بقول لهم هذه عندها جنين وهذه عندها 14، هذه جنينها ضعيف وهذه جنينتها قوية، مين فرصتها أعلى؟ هذه الحرمة ولا ذيك؟ لا، هذيك هم أبو 15 صح؟ فرصتها، لكن مين فيهم اللي هيحمل؟ اللي ربنا يكتب لها. فإذا ربنا كتب لذي هي اللي هتحمل، وديك ما كتب لها ما هتحمل. في النهاية كله أمر الله سبحانه وتعالى. فألف ألف مبروك، والله يتمم لكم على خير. طيب الآن، طب الآن اللي حيصير كالتالي، طبعا حيكتبوا لك البنات على باقي الجبنينك، حيدوك كلينكس، حيدوك البنات باقي الأدوية اللي هتستخدميها في الفترة الجاية، هي التحاميل والكلام ده، وحيدوك أدوية الغثيان، وحيشرحوا لك هي كلها. طيب، وطبعا هتكمل الحمد لله فريق، خلاص. وإذا حبيت تتابعي حملك معنا الله يحييكي، تعالي بعد 5 أسابيع. طيب، وإذا حتتابعي برا الله يسهل لك إن شاء الله، يكتب لكم الخير والصالح. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أي سؤال؟ الله يعافيك. ما توقف التحاميل والإذاعة؟ هو ده اللي بقول لك، البنات حيكتبوا لك دحين وحيقول لك المدة، بس هو الجواب لين الأسبوع ال 11 12. أنت دحين 6 أسابيع وست أيام، يعني 5 أسابيع حتصير 12 أسبوع. يعني الحين طالع 6 أيام في الجهاز؟ 6 أسابيع 6 أيام؟ مو في الجهاز، احنا عارفينه، لان عارفين متى رجعنا. انا لما حسبته كان 6 7 4 ايام. ايش دخلنا في حسبتك انت؟ ايش تراكي بالحسبه؟ لا لا، احنا حاسبينه بناء على يوم الارجاع وما يوم الارجاع. لا طبعا، ولو انه حقول دي المعلومه عشان بعض الدراسات الحين الجديده بتقول انه ساعات البروجسترون بس يكفي لين 10 اسابيع، تمام؟ يعني نظريا انت ممكن تاخذ 3 اسابيع ويوم كمان. بس احنا خلاص متعودين على لين 11 12 اسبوع. هو بيني كانوا دائما يقولوا 12، وانا اقول لهم لا، مو لازم 12، اقول لهم 11 12 يكفي. ودحين الدراسات الجديده طلعت انه حتى من 10 اسابيع ممكن نوقف، بس خلينا بالتدريج. دحين مو نزلنا من 12 ل 11 12، دحين صرنا ننزل مع الناس من 10 ل 11، تمام؟ يعني 10 11 اسبوع كمان، خذيها 3 4 اسابيع وان شاء الله خير، تمام؟ اي شيء ثاني؟ طب قول كلمة، ما تبي يطلع صوتك. والله أنا بحضنك. ها؟ أنا بحضنك. الله يخليك، أحضنك الحين بس بعد ما نوقف، خلاص وقفي.